طيب مدام هي من هنا وهناك على الفضاء على طول. على طول. يلا. إلى هناك. بوينغ حاولت تزاحم سبيس إكس وإيلون ماسك وتنطلق إلى الفضاء في أول رحلة مأهولة لها عبر مركبة ستار لاينر، لكن تم إلغاء الرحلة قبل ساعات قليلة من انطلاقها بسبب خلل في نظام الأكسجين. وطبعا كان هنالك إخفاقات سابقة ب 2019 و 2021، لكن الفكرة أن بوينغ خططت لاستخدام ستار لاينر لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في المستقبل. أنا شايفة أنه هاي قصة نقص الأكسجين هي مشكلة، سواء كانت في الفضاء أو حتى في قعر البحر. متذكرين الغواصة اللي نزلت تستكشف حطام تايتانيك انفجرت بسبب أيضا وكمان فيش أكسجين والضغط و... الإنسان يفضل يحاول ويجرب وحتى يصل أن ينجح بالفعل. هو بس بيدفع الثمن كمان في كثير ناس بيدفع الثمن. المهم أنه ما يحبط، لأنه إذا أصيب بالإحباط يعني حيكف من المحاولات. يتعلم من أخطائه. بالضبط.